مرحبا بحضراتكم مرة تانية. وهذه الفقرة أنا بشوفها يعني فقرة من ناحية المهمة، أو يعني إذا كان ليها أهمية فهي في غاية الأهمية. الحاجة التانية أعتقد هي فقرة بتهم ناس كتير وأعضاء النادي الأهلي تحديدا، لأن كل يوم بيتقدم حاجة جديدة، وكل يوم في فعالية جديدة، وكل يوم في استفادة جديدة لكل عضو حتى يعني على اختلاف الأعمار. خلينا نتكلم عن لجان النادي الأهلي ونرحب بالأستاذ حازم سلطان عضو اللجنة العليا للجان، ونعرف كده الأنشطة اللي جاية والكواليس وغيره وغيره من الاستفسارات. يا صباح الخير. صباح الخير. تقابلنا اخر مره في النادي من شهور. بالظبط كده. منور الدنيا يا استاذ حازم. صباح الخير. ازي حضرتك؟ الله يخليك. الله ويا يخليك. رب كده نتقابل دايما في اخبار حلوه. بالظبط يا رب. واستاذ حضرتك بس نقول مبروك لينا كلنا الجراج امبارح. حاجه جميله. حل المشكله. مش متخيل المشكله كانت عامله ازاي. صداع جامد قوي في دماغ اعضاء النادي. مدينه نصر لوحدها كنا لسه حتى بنتكلم ان المنطقه اصبحت مكدسه فعلا، فعشان يتوجد يعني او تتوجد مساحه كبيره للدرجه دي تتسع لألف سياره في مكان حيوي زي ده، طبعا ده انجاز. عايز اقول لك هي اتوجدت لانها كانت اتعدمت بالتوسعات اللي حصلت في الشوارع المحيطه، فما بقاش في مكان للركنه نهائي. صحيح. فمشروع كان حلم بقاله بتاع اكتر من حوالي 22 سنه، كل اعضاء مجلس اداره كل مجلس اداره يجي يحاول. فالحمد لله الحمد لله مبروك. ظبطت في الاخر. الحمد لله. عايزين في البدايه لو تسمح لنا يعني اولا نتكلم عن حضرتك انت شخصيا وعن خلفيه عضويتك في يعني احدى لجان النادي الاهلي. طب انا اسمي حازم سلطان، انا محاسب قانوني ومدرس محاسبه في الجامعه الامريكيه وكذا مكان تاني مختلف ما بين الجامعات ومراكز تدريب. عضو في النادي الاهلي ايه ده من ساعه ما اتولدت. يعني ما ينفعش اقول لك ولا شهاده البلاد وعضويه الاهلي. بالظبط هي شهاده البلاد فيها عضويه النادي الاهلي لما كان هنا فرع الجزيره بس. كمان فانا عايز اقول لك وانا قاعد هنا قاعد بفتكر الذكريات. انا فاكر كويس قوي لما كان بابايا يروح الشغل كل يوم الصبح زين هنا قدام الباب واروح ادخل اتمرن التمرين. ما تكبرش نفسك بقى يعني ما تقولش ده الكلام ده من 4 سنين يعني بعيد. وعضويتك بقى في اللجان وتفاعلك مع لجان النادي الاهلي المختلف. هقول لحضرتك وانا طبعا في النادي من وانا صغير، فاكيد عارف النادي الاهلي هو فعلا حي عيله كلنا نعرف بعض. وعند النادي الاهلي في سر كده اللي هو سر الخلطه، فن انتقاء الكوادر والاداره الرياضيه. فهم بنعرف ازاي نحط عينينا على الناس الكوف والحاجات دي كلها. فالحمد لله يعني كانوا الناس شايفين ان انا اقدر اساعد او افيد النادي في مكان معين في وقت معين. فلما جت في تشكيل اللجان اختاروني ان انا انضم للجنه العليا، وده كان احلى تكليف في حياتي. جميل. الحمد لله. حلو جدا. كمان يبقى فيه يعني شغل وفي انتماء، يعني الاثنين مع بعض. الواحد بيشتغل بفرحه او بيشتغل وهو مبسوط، مش بيشتغل وهو مضطر، مش بيعمل حاجه عشان هو ده شغله، لا بالعكس. يعني هو ده سر النجاح الاهلي. ما في حاجه اللي هو السر اللي مش مفهوم يقول لك ليه الاهلي بينجح كده، ليه الناس كلها بتشتغل معاه بقلب. هو القصه دي صح، ان الحمد فعلا لله انتماء في حب للكيان اصلا. هو الاهلي هو الاهلي محظوظ الحمد لله ان اعضائه هم جمهوره. صح. فدي كانت احلى حاجه فالحمد لله. انا بقى في حاجه بتلفت نظري جدا في كل اللجان بصراحه، مفيش لجنه ما في الاهلي غير لما بتشتغل مش على فئه عمريه واحده، تلاقي لكبار السن جدا والصغار السن جدا، كله رجال سيدات اطفال كله. يعني برضو ده مش سهل ان انت تقدم منتج بيفيد كل الاعمار. يعني بص هو احنا كنا حريصين ان احنا لما نيجي نشتغل مع اللجان ان احنا نوجه البرامج للشكل ده، لان اولا وكده احنا بيحكمنا الدستور اللي هو اسمه عيله الاهلي. فاحنا مش بنبص على فئات مختلفه، لا احنا بنبص على العيله كلها. ازاي كله يستفيد. بالظبط. ازاي لما اعمل اكتيفيتي للاطفال ازاي الابهات الاب والام يشاركوا فيه هما كمان. يعني مثلا متجر الطفل كان الطفل هو اللي قاعد على الترابيزه هو اللي بيعرض حاجته، والاب والام وراه ممنوعين ان هم يشاركوا او مش طالبين ان هم يشاركوا، بس قاعدين بيتفرجوا قاعدين مبسوطين ويفكوا منهم الفلوس والحاجات دي كلها. حتى عاملين ان شاء الله يوم الخميس 24 سبتمبر او الجمعه سوري 24 سبتمبر ماراثون رياضي لكل افراد الاسره لجنه الترفيه. احنا بقى لنا سنه دلوقتي انا وكريم عايزين نشارك في ماراثون وما حصلش. تعالوا تشرفونا. خدنا معاك بقى يا استاذ حازم المره دي. الشيخ زايد يوم الجمعه ان شاء الله 24 9. الساعه كام تقريبا؟ هيبقى اكيد بعد الصلاه. 24 9 لسه شويه عندنا وقت. لسه اللجنه الرياضيه الترفيهيه الاستاذ حسين عناني عاملها ان شاء الله. ده ماراثون لكل افراد الاسره. وحد عنده عجله يجي ولا ما عندوش؟ لا ماراثون جاي. جاي. طيب. العجله فاتت عملناها قبل كده وهنعملها تاني ان شاء الله. انتوا تقريبا ما فيش حاجه ما اتعملتش، يعني دايما احنا حتى في 10 الصبح في الاهلي
يعني لو ما كانش يوميا يبقى اضعف الايمان يوم اه ويوم لا. لازم نكون بنتكلم بمنتهى السعاده عن ايفنت ما ناجح من تنظيم لجنه ما من لجان النادي الاهلي. فانتوا بسم الله ما شاء الله الاجنده عندكم تكون مكدسه، يعني اليه التخطيط اصلا للايفنتات المختلفه والتنوع اللي فيها ده بتقعدوا تشتغلوا عليه وشورت ران ولونج ران يعني. بصوا ما انتوا قايلين مبروك مش رحمنا بصراحه. يعني شغلنا كتير. بص هقول لحضرتك حاجه، احنا نفسنا نعمل كل حاجه العضانه دي حقيقي بجد، نفسنا نعمل كل حاجه. عندنا الحمد لله قماشه كبير، عندنا تاريخ، عندنا من اول الجد لغايه الطفل، عندنا ثلاث فروع. فانت ان انت حتى لما تعمل ايفنت في فرع ده لحد دلوقتي ثلاث فروع لسه، ربنا كريم يا رب، لسه يا رب يا رب ان شاء الله. أيوة. نعمل ايفنتس في الاقصر كمان باذن الله قريب. فعارف يعني لا في افكار كتيره ولسه ولسه لسه لسه في حاجات ثانيه جايه حتى كمان ان شاء الله. لمحو الاميه الكبار دي كانت حاجه في منتهى الاحترام، وكلمنا عنها انا ونهاوند قبل كده اكتر من مره. الحقيقه دي كانت حاجه من المشاريع من احلى شيء محترم. احلى البرامج انت بتغير حياه شخص، مش بس طبعا. بتقدم حاجه وقتيه، انت بتنقل له حياته نقله تانية خالص يعني. بالظبط، وهو اللي كان الاحلى ان هم العمال بتوعنا احنا عمال طبعا. النادي فدي طبعا. كانت ليها عارفه ليها كده بريق خاص كده ان هم عمالنا اللي احنا كنا بنشوفهم واحنا صغيرين، احنا بنضيف لهم حاجه في حياتهم طبعا. فدي كانت حلوه قوي، ان شاء الله نعمل لهم احتفال قريب. واللي احلى كمان في ايفنت جاي، انا كنت امبارح في البروفا بتاعته، حاجه باذن ان شاء الله باذن الله تعالى هتبقى ابهار. الاطفال ذوي الهمم بتوعنا ولادنا احنا بقى هيعملوا ان شاء الله في شهر اكتوبر باذن الله مسرحيه. البروفا امبارح يعني عايز اقول لك حاجه خيال. كان في كلام من فتره على الموضوع لا لا لا، وشغالين جامد عليه قوي، وامبارح وحركه وكواليس واطفال بيعدوا ويجوا. واللي احلى اللي احنا كنا بقى حريصين عليه ان احنا ندمج الاب والام معاهم، يعني أيوة. امهاتهم هما اللي كانوا واقفين في الكواليس امبارح، هما اللي بينظموا الدخول وخروج الاطفال، فمشتركين. في كانت هتبقى ان شاء الله ان شاء الله حاجه حلوه قوي، وهنعملها باذن الله شغل حلو يعني. اللي عاجبني قوي في يعني فيما يختص بلجنه ذوي الهمم ان انتوا مش بتشتغلوا فعلا على الاطفال، لان هذه اللجنه او الملف ده مش خاص بالطفل المصاب مثلا او الشخص المصاب، هو الاسره كلها، فلازم يبقى في توعيه للاسره كلها كيفيه التعامل والاهتمام و فانتوا واخدين ده من الزوايا الصحيحه بصراحه. انت قاعده معانا كده بالظبط. يعني حقيقي يوم الاثنين اخر اثنين من كل شهر بنعمل ورشه دعم نفسي للمواجهه للاولياء الامور، للام والاب، ان هم ازاي يتعاملوا مع اطفالهم. بيبصوا طبعا دكاتره متخصصين في الفيل ده علشان يعني نحاول ندي لكل الاطفال دول السبورت النفسي اللي محتاجينه، ما يحسوش بغربه في التعامل. فبنعمل لهم ورشه مخصوص ليهم، يعني بنشتغل على ذوي الهمم، على الاب والام وعلى الطفل نفسه. حلو جدا. طب هل ممكن من كلام حضرتك بقى اسالك، يعني لان برضو جه في دماغي دلوقتي ملف الصحه النفسيه اللي بقى لنا فتره كبيره بنتكلم عنه، واللي هو لا يقل اهميه عن اي ملف اخر بصراحه. الصحه النفسيه زي ما انا وكريم كنا بنتكلم من يومين وشبهناه بالبنزين بتاع العربيه، ممكن تبقى عربيه جميله وجاهزه للانطلاق وما فيهاش بنزين، فكانك حطيتها محلك سر. فالصحه النفسيه هي عامل كبير جدا ومؤثر كبير جدا في حياه اي شخص. هل ممكن برضو نلاقي ده مع اللجان عندنا، حملات او غيره؟ بص هو مش ممكن، هو احنا اوريدي بدانا بس ما بداناش بشكل مكثف قوي عليها. بدانا ثرو لجنه الطفل ولجنه المراه، شويه مسكنا الملف ده، واكيد هنرجع لازم هنشتغل عليه تاني. لا 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 ان شاء الله هنشتغل عليه تاني، وهنشتغل عليه كمان من النفسيه العاديه والنفس الرياضي كمان. ايوه ملف الرياضي. مهم صح. ان احنا عايزين ولادنا برضو اللي بيلعبوا في الفرق برضو، دول ولادنا وانا قلت لهم دول الشباب الاهلي، بعد كده نشتغل عليهم نفسيا، نأهلهم نفسيا مظبوط يعني باذن الله. طب فكره يعني المشاركه وفكره التفاعل وفكره ان انا مثلا انضم للجنه ما من لجان النادي الاهلي المختلفه، انت عندك من جزء كبير من هويه وطبيعه الاهلاوي انه صعب قوي تلاقي اهلاوي من على الوش، يعني الاهلاوي تلاقي اهلاوي قوي وعايز يعمل اي حاجه وعايز يساعد وعايز يشارك، وطبعا في فرصه عظيمه بالنسبه لكل الناس وجود هذه النوعيات من اللجان المختلفه في النادي الاهلي. اليه الاختيار بتمشي ازاي؟ يعني بتتم ازاي؟ بتقبلوا عضويه الناس ولا هي يعني بيكلفوا بيها، ولا هم اللي بييجوا يتقدموا وانتوا بتنقوا؟ بتمشي ازاي الحكايه؟ بص هي اليه الاختيار ان احنا كده او كده كل فتره بنفتح باب الاختيار عن طريق العلاقات العامه، بنطلب افراد جداد يشاركوا معانا، بيقدموا السيفيهات بتاعتهم سواء بقى في اي لجنه هم بيختاروها، ما شايفين نفسهم يقدروا يفيدوا، ويدونا افكار. بنعمل معاهم انترفيو، بدايه نشوف ايه المؤهلات بتاعتهم، ايه الافكار اللي هيقدروا يقدموها، هيشتغلوا معانا كويس وكده ولا لا، بنختارهم وبينضموا لينا. يعني عايز اقول لك حاجه، احنا ما عندناش ماكسيمم في العدد، عندنا مينيمم.
وكمان عشان تشارك معانا انت حضرتك برضو مش شرط تكون عضو في اللجنه اصلا. هي دي كمان، انت لو عندك اي فكره بتقدمها في العلاقات العامه وبتاخد نمره تليفوناتنا تتواصل معانا وبتشاركنا في تنفيذ الفكره دي. لو انا عندي فكره كويسه، انا عندي فكره والله العظيم عندي فكره مهمه جدا ممكن اقولها دلوقتي. اتفضلي اتفضلي ونقلبها بدماغنا عامه لو جه هو. حاسه ممكن تكون يعني معرفش اكيد اتعملت مره، بس لو حتى نركز عليها تاني لانها مهمه جدا واكيد هتبقى خاصه بالمراه. كريم يعني ما فيش لجنه انا مره وانا بتشكل في التشكيل ما بقتش لجنه الله، لجنه الراجل تبقى لجنه لطيفه جدا. والله يا فندم والله اتفضلي. الفئه اللي هي من النساء المعيلات اللي هم طلقوا مثلا وهم اللي بيبقوا مسؤولين عن البيت لاي سبب كان، او ان هي ما اتجوزتش وهي اللي فاتحه البيت، ودول نسبتهم كانت من فتره اكتر من 33% في المجتمع المصري، فدي فئه لا يستهان بها. هل ممكن نعمل مثلا مش بس ندوات وغيره توعويه، لا هل ممكن نعمل مشاريع تساعدهم؟ هل ده تم اصلا قبل كده او لا؟ لا. طب حلو. لس. طب لس. جميل لس. يبقى اهو لسه ده كده على الهواء للاستاذ انهار. حلو وجميل ده سيده جميله و... لجنه المراه اهو بس على فكره نقطه مهمه. ما بقول لحضرتك ما هي اصلا اغلب افكارنا يعني بجد نقطه حلوه. ما هي اغلب افكارنا ما بتاخدش فكره النمطيه بسبب القصه دي، دايما اوت اوف ذا بوكس. اي حد تيجي في دماغه فكره عارف ما بنرفضش اي فكره، بناخدها بنشتغل عليها وبنشوف الابليكابيليتي بتاعتها نفعت حلوه نقدر نكمل عليها بنكمل. انا ليا مكالمه مع استاذه انهار بقى. والله بعد الهوا والله ممكن حتى نتقابل ونشوف كيفيه. استاذه انهار شغاله مع اعضاء بتشتغل على ايه تمام بعد الهوا على كل يوم في كل يوم عندهم اكتيفيتيز وحاجات كده. لا هم بسم الله ما شاء الله الحقيقه فعلا في نشاطات مرهوزة. ده انا عايز اقول لك حلسه وبعدين انت عارف برضه تكوين برضه في تفصيله الام كده عند كل المنضمات للجنه دي بصفه خاصه، تلاقيهم حريصات جدا على الاعمار المختلفه وكيفيه التنشئه المضبوطه والترفيه عنهم. وعلى فكره برضو من ضمن الامور الملحوظه قوي ان في توازن جميل ما بين الجزء الخدمي والجزء التوعوي في شغلكم. يعني دي حاجه مدخلين برضو دلوقتي الجزء الرياضي شويه، بس مش الرياضه اللي هو كوره وفولي اللي هم بتاع النيل، لا الرياضه الاجتماعيه بتاعتنا. احنا هنعمل عاملين بطوله شطرنج ان شاء الله تحت رعايه الاتحاد الدولي المصري للشطرنج، هنعملها يوم الجمعه 10/9 في فرع الشيخ زايد، وبعدين هنعملها السبت في مدينه نصر والجزيره وفرع الجزيره الجمعه اللي بعديها، وناخد كل الكسبان من هنا ومن هنا ومن هنا يلعبوا الفاينل يوم السبت. ان شاء الله هيتذاع على السكرين الكبيره هنا. لا احنا بقول لحضرتك ما شاء الله عليك الحمد لله فاتحين. دي كانت برضه احد الافكار من الاعضاء كده اللي جات لنا. طيب لو هنتكلم بقى يعني استاذ حازم دلوقتي لجماهير النادي الاهلي، ورساله ان الوقت خلاص خلص، رساله للي حابب يشارك في اللجان او للي عايز فكره مثلا برضو يعني يتواصل مع حضرتك على طول في النادي على فكره، فدي ممكن تبقى دايركت على طول كونتاكت يعني، بس برضو رساله للاعضاء لان ده مهم جدا. بس ده احنا من خلال حضرتك يا ريت يا ريت احنا الهدف الاساسي منا والرساله بتاعتنا اصلا يعني اللي شغالين عليها من عن طريق مجلس الاداره ان هو توسيع قاعده المشاركه. عايزين كل اعضاء النادي يشتغلوا جوه عيله النادي الاهلي، جوه عيله الاهلي، فيتواصلوا معانا عن طريق احنا موجودين زي ما قلت في النادي في كل الفروع اللجان بتاعتنا موجوده على الارض، او يتواصلوا عن طريق مكتب العلاقات العامه ياخدوا من ارقامنا او يقدموا الاقتراح وهيلاقوا استجابه اسرع مما يتخيلوا. يمكن في نفس اليوم كمان. سعدنا جدا بوجود حضرتك معانا، نورتنا وشرفتنا وموفقين دايما في كل اللي جاي ان شاء الله. كان معانا الاستاذ حازم سلطان عضو اللجنه العليا للجان بالنادي الاهلي. و فاصل ضروري. انت شايف كده؟ ضروري. انا شايف ان ما بدهاش فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.